يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: تكلمتم عن ابن عربي، فمن هو وفقكم الله؟ ابن عربي معروف، ابن عربي الحاتمي الطائي، مدفون في دمشق في الشام، وعليه قبة ويعبدونه من دون الله، يسمونه من الأولياء والأقطاب، يغلون فيه، هو اللي يقول بوحدة الوجود. نعم، له كتب مطبوعة مثل الفصوص، فصوص الحكم، ابن عربي، الفتوحات المكية، كلها فيها الكفر والضلال والعياذ بالله. نعم.